نعم بالفعل بها يعني حظر التجوال في بغداد لا يزال جزئي، بحيث أن لجنة الصحة والسلامة الوطنية لم تغيره لاعتبارات ربما اقتصادية وبحسب الموقف في العاصمة العراقية بغداد، لكن خلايا الأزمة في ثلاث محافظات عراقية، في محافظة البصرة، في محافظة ديقار، وكذلك في محافظة بابل، ارتأت أن يكون حظر التجوال شامل لأسبوع آخر جديد، مع طبعا انضمام كربلاء لهذه المحافظات منذ يوم الثلاثاء. كربلاء سوف تطبق حظر التجوال الشامل منذ الثلاثاء المقبل ولفترة أسبوع أيضا، باعتبار أن الإصابات مرتفعة بشكل كبير في العراق، وحتى هذه اللحظة لا يوجد ربما تدني أو تراجع في مستوى الإصابات في عموم المدن العراقية. اليوم العراق بحسب طبعا بيان وزارة الصحة العراقية سجل 1446 إصابة جديدة إضافة إلى 87 حالة وفاة، إجمالي الإصابات تجاوز 30,000، إجمالي حالة الوفيات هو 1100 إصابة. رحيل طبعا أحمد راضي النجم الكروي الكبير كان خبرا حزينا جدا، ألقى بظلاله بشكل كبير على الشارع العراقي، باعتبار أن أحمد راضي شخصية رياضية تتمتع بصحة جيدة، إضافة إلى أنه نجم له الكثير من طبعا من الثقل على الشارع العراقي. حاولت الفرق الطبية في العاصمة العراقية بغداد في مستشفى النعمان تحديدا أن تعالجه أو أن تقدم له ما يمكن تقديمه من أجل تلافي تدهور حالته الصحية التي تدهورت خلال 48 ساعة الماضية، وأسفرت بالمحصلة إلى رحيله هذا اليوم بسبب فيروس كورونا، ويكون هو لاعب كرة القدم الثاني بعد علي هادي الذي أيضا توفى بفيروس كورونا قبل أيام أيضا في العاصمة العراقية بغداد، مما يضع علامة استفهام كبيرة باعتبار أن هذه الشخصيات التي تحظى باهتمام كبير من الشارع العراقي وكذلك حتى من الكوادر الصحية حول حقيقة فيروس كورونا وكذلك ارتفاع عدد الإصابات، وهل إن العراق بالفعل مقبل على انهيار صحي في جميع مؤسساته بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير.